شهيوات مجربة ولديدة مع هدى اليداري. شيف هدى اليداري خبيرة في الطبخ، مرحبا. صباح النور حبيبتي. صباح النور كل المستمعات. الله يبارك لك، كيف حالك؟ الحمد لله حبيبتي، الله يطول لي عمرك. غير جيتي خديتي النمر ديال حسناء طافي الفونك شوي رائعة. بغيتي تبدلي؟ هي بيني وبينك 50% ديال الحياة خاصها تتبدل بعدا بهذا، باش ما يبقاش حتى ديك لاغوتين ديك الحياة اللي حنا كنعيشو كتبدل. فتبارك الله عليها حسناء، ما شاء الله عليها، كانت رائعة. أنا بدا جاية في الطريق وكنسمعها، قلت ما شاء الله علينا، علم جديد علينا، ولكن رائع زميلة. إلا ركزنا وسمعنا لها مزيان. دابا قولي لي من الآخر اش باغا تبدلي؟ باغا نبدل داري، باغا نبدل مدرستي، بيت ولادي. هذيك مدرستي راه مهمة، راه قالت لك هي شركة إلا بغيتي تجيبي زبائن أكثر أكثر. غير المدخل ربما كيلعب دور كبير، السمية كيفاش حطاها بطبيعة الحال، لا فيترين لا برا. عندها الحق، حتى من حتى بالنسبة للجانب، أنا فكرت عاوتاني في حاجة أخرى في الجانب ديال الأطفال، جانب ولادي، باش ما يبقاش ديك الغوتين في بيتهم وداك، فهمتي، يكون احساس بانه يعطيهم احساس بالدراسه بالهدوء في الليل باش ينعسوا. فعجبني الفكره وانا جايه كنطلع، عجبتني الفكره ديال حتى تغيير ديال الغرفه ديال الاطفال، لان مهمه بالنسبه للدراسه ديالهم بحال اللي قلنا، بالنسبه حتى الليل باش يكونوا حتى يبغيو ديك الغرفه ديالهم، ملي يدخل الطفل البيت ديالو يعجبو الحال. اكيد. طيب تحيه ليك مره اخرى شيف هدى اليداري. حنا باقيين في الامور اللي كتصوب في الدار. اياك ياك، وعطينا مجموعه لاله من الامور اللي كتصوب في الدار غنذكروا بها. كنا لاله عطينا الزيتون، ياك كيفاش كنحضروا في الدار. عطينا كذلك الفلفله مرقده في الدار. عطينا المايونيز بلا بيض. عطينا الطون معلب. عطينا كذلك شنو عطينا؟ عطينا كذلك هادشي اللي عطينا، صافي هادشي اللي عطينا. والسردين معلب. اها عطينا السردين. عطينا السردين. صافي هادشي اللي عطينا. شنو غادي نعطيو اليوم؟ علما انه عندي واحد جوج ديال الطلبات كانوا هما فرماج ديال الدار، كانت طلباتو ام ايمن وكيكب فلون كراميل طبقات، كانت طلباتو رشيده. يلا باش غتبداي لينا. اذا غادي نبداو بالفرماج ديال الدار. في هذه الاثناء طبعا الا عندكم شي طلب تقدروا تبعثوا به على شكل اس ام اس على رقم 5566 الشيف هدى اليداري، شي حاجه ما صدقاتش لكم، ولا شي طلب ديال شي حاجه اللي كتصوب في الدار من داكشي اللي كنشريو حنا في الزنقه ونقدروا نصوبوها في الدار، فيمكن لكم طبعا انكم تواصلوا معنا. كنا عطينا مطيشه الحك؟ لا كنا عطينا طبعا مطيشه الحك، ما عرفتش فين كتبت هذا الشيء. المهم راه محطوط بعدا على صفحتنا على الفيسبوك. يلا نعطيو فرماج ديال الدار. اذا فرماج ديال الدار غادي نبداو. اول حاجه هي الفرماج ديال الدار اللي كيكون سريع في التحضير ديالو. حبيبتي ام ايمن غادي ناخذوا لاله كاس ديال الحليب بودره، بودره ديال الحليب كناخذوا كاس، كنضيفوا عليها الحليب ديال السائل اللي هو سائل، كنضيفوا عليها كاس ديال الحليب سائل، يعني عندنا كاس ديال الحليب بودره كاس العنبه ياك شويه وحده بوحده. شنو غنديروا؟ ايضا غادي نديرو كاس ديال الحليب غبره، بودره ديال الحليب، كاس ديال الحليب السائل، غنستعملو جوج قطع ديال الفروماج مثلث، غادي نستعملو جوج معالق كبار ديال الزبده اللي تكون انا بيني وبينك كتعجبني الزبده بلديه، ولا ما كاينش الزبده بلديه كاينه الزبده ديال العبار، ممكن نستعملو الزبده ديال العبار، ما تكونش مذابه، تكون غير مرخوفه، نديرها في الخلاط الكهربائي، ندير عليها فروماج، ندير عليها الحليب بودره، ندير عليها الحليب السائل، ونضيف عليها. انا شخصيا جربتها البارح، ماشي البارح دابا شي 3 ايام هادي، عجبني واحد، ضفت ليها داك الياغورت، ياغورت كريمي بدون سكر، فعطى الفرماج جا اكثر كريمي اكثر من العادي، فجا كريمي اكثر، فداك الياغورت واحد ديال 50 ريال يكون بدون سكر. كنضيفو جوج معالق حتى ثلاثة المعالق كبار ديال عصير الحامض. عصير الحامض الدور ديالو هنايا راه كيعقد، يعني كل ما ملي كنديرو الحامض زائد خمارة وحدة ديال الحلوى، كنديرو هادشي كله هو الأول، وكنديرو الخلاط الكهربائي داك الغراف اللي كنطحنو فيه العصير، كنديرو فيه هادشي كله هاد الخليط كامل ياك، كنبدا كنطرب، وأنا كنضيف عصير الحامض بشوية بشوية، يعني من داك نحيد داك الغطاية الصغيرة الفوقانية ونبدا نضيف الحامض، فكنوصل حتى ثلاثة المعالق كبار ديال عصير الحامض. يعني ضفنا الحليب غبرة، درنا الزبدة، درنا الفروماج، درنا الياغورت، درنا الحليب السائل، درنا الخمارة ديال الحلوى غير وحدة، وكنبداو نضيفو كيتسكت نطربو هادشي كله، عاد كنبدا نضيف بشوية بشوية داك عصير الحامض من ديك بحال اللي قلنا ديك الغطاية الصغيرة كنحيدو، كنبقى نضيف عصير الحامض بشوية بشوية حتى كيعقد عندي الخليط. هاد الخليط كله كنوضعو في واحد العلبة،
كنوضعو في الثلاجه مده 4 ساعات عاد كنبدا الاستعمال ديالو. الا بغينا داك الفرماج اللي كيكون عندنا من السم دابا ولا الفرماج اللي من السم بالفرماج احمر كناخذ فرماج احمر غير هنا فرماج احمر اللي راه عيب ناخذو غير طريف واحد 5 دراهم ديال فرماج احمر كنجيبو كنوضعو في المجمد كنوضعو في المجمد يعني واحد ساعتين ثلاثة ساعات يكون جمد نحس به جمد علاش لان اللي حكيتو باقي هكذاك طري غيعطيني داك غيعطيني داك القطع ديال الفرماج هكاك محكوكه انا بغيت يكون بودره باش يندمج مع يعني ملي كنحكوه لاحظوا بأننا ملي كنحكوه هو متلج يعني جبدته من المجمد حكيته مباشرة كيكون كيعطيني داك بحال البودرة كيولي عندي فروماج بحال البودرة ماشي داك هكا كيكون بداك الشعيرات هكا فكنحكوه هذا إلا بغينا كمنسمات يعني بغينا فروماج ديالنا يجي منسم بالفروماج أحمر كنحكوه في الحكاكة الرقيقة وكنوضعو مع الخليط وعاد كنمزج كلشي عاد كنبدا نخلطو مزيان وكنبدا نضيف الحامض بشويه 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 من الفوق حتى كنحصل على فرماج عاقد ما كيكونش عاقد كثير لان حتى غدخلي الثلاجه عاد غيولي عاقد كثير يعني غيولي عندك كريم بحال اللي كدهني فرماج مثلث ولا مربع اولا بحال اللي كتشري داك العلب ديال الفرماج اللي كتكون طارتيني هي كتكون كريمي خلاص ملي كنديروا داك الياغورت اللي كيكون كريمي كيجي اكثر كريمي كنديروا في الثلاجه قلنا 4 ساعات دائما علبه تكون مغلوقه نغلقها مزيان نسدها مزيان نضعها في الثلاجه ونقدمه بالصحه والراحه ممكن نحتفظ فيه حتى الاسبوع في الثلاجه ماشي مشكل. طلب ثاني طلب ثاني الكيك عندك في الفيس بالفلون بكراميل غادي نقلبوا عليه فلون كراميل عندي حاجه اللي كنت غادي نعطيها اليوم امينه هي كيفاش نصوبوا الكيتشوب في الدار كيتشوب اييه ونقلبوا على الكيكه بالفلون كراميل تفضلي يلا نبداو كيتشوب اذا باش نحضروا الكيتشوب سهل التحضير ديالو اسهل ما يكون غادي ناخذوا مطيشه مطيشه ديالنا العاديه يعني جيبي مطيشه ديالك خليها بقشره ديالها ما عندكلاش علاش تحيدي لها القشره ديالها حيدي لها الزريعه اللي مهم عندنا هو تحيدي لها الزريعه ياك كنحيدوا لها الزريعه شحال ديال المطيشه غادي ناخذوا مقدار كيلو نديروا مقدار كيلو نجربوا في كيلو غير تكون ديك المطيشه اللي طيبه تكون القشره ديالها حمراء ومنين نقيوها دابا راه مؤخرا ولات واحد المطيشه كتباع كثيره يعني هي ثمنها بحال الثمن ديال المطيشه عاديه ولكن ملي كنقيوها كنلقاوها بيضه من الداخل ملي كتنقي لها القشره ديالها كتكون بيضه فحاولي ملي تشري مطيشه نتكي عليها نقيسها نلقاها الجلده ديالها قاصحه شويه ولكن حمراء مهبره وحمراء يعني تكيت عليها رطبه من الداخل كنحيدوا لها الزريعه كنحيدوا لها داك الرويس ديالها كنغسلوها بطبيعه الحال اول شيء ونغسلوها مزيان ونحيدوا لها داك الرويس اللي خضر ونحيدوا لها الزريعه ونديروها في واحد الطنجره ونديروا عليها كاس ديال الماء كاس نقطعوها قطع صغيره نديروها كاس ديال الماء كاس يعني ديال العنبه نديروا لها قبيصه ديال الملحه دريس واحد ديال الثومه كنقيه وكنرميه هكذاك فيها صحيح وكنغطي على الطنجره كوكوت وكنسد عليها حتى كطيب يعني كتصفر على كوكوت واحد 10 دقائق ما تكونش النار مجهده بزاف موين كنصفر على هذا الكوكوت كنحلها كنطحنها كنطحنها يا ريت عندكم الروبو كنطحنوها ما عنديش الروبو عندي ديك الطحانه ديال اليد اللي هي رقيقه كنطحنها في ديك الطحانه ديال اليد واحسن لان ديك القشره كلها كتبقى في ديك الطحانه ياك كنخليو ديك القشره كندوزها هي احسن حاجه حبيباتي نطحنوها في ديك الماكينه ديال اليد في ديك الشبيكه الرقيقه ياك وعاد كناخذ ديك المحتوى اللي هذا القشره غنطبع الحال غتبقى كلها في ديك الشبكه وداكشي اللي شاط عندك ديريه في الخلاط الكهربائي الا ما عنديش الروبو عندي اي واحد عندنا عنده الغراف اللي كنطحنوا فيه العصير كنديروه فيه كنطحنوها مزيان كنبداو نطحنوها حتى كتولي لينه كنصفيها من طبيعه الحال ولو نطحنها جوج طحنات ضروري ما نصفيها اي صفايه تكون عندي رقيقه تكون عندي صفايه رقيقه نصفيها فيها وناخذ نرجعها للطنجره من طبيعه الحال كنرجعها للطنجره كنضيف لها شويه ديال الملحه كنضيف لها معلقه كبيره ديال الزيت المائله وكنشوف وكنخليها يعني هكاك فوق النار يعني النار ما تكونش مجهده وكناخذ معلقه كبيره معلقه كبيره عامره ديال النشا اولا مايزينا ديال النشا اولا مايزينا كنديرها كندوبها في نص كاس ديال الماء كاس ديال العنبه كندوب فيه ديك المعلقه في زليفه كندوب ديك النشا مزيان بطبيعه الحال نص كاس ديال العنبه وواحد معلقه كبيره ديال مايزينا وكنديرها رحمك الله عبد الله كنجيبو داك الماء
يعني بحال اللي قلنا هذاك وحنا كنحركوا دات الطنجره كتغلى عندي كنبدا نحرك بشويه بشويه ديك المايزينا وانا كنحرك حتى كنلاحظ بانها بسرعه يعني واحد 5 دقائق بسرعه غادي نلقاها يعني تقالت. حنا نعرفوا الكيتشوب هي السر ديالها هي داك ملي كتكون تقالت. ملي كنضيف ديك المايزينا مباشره موراها كنضيف السكر سنيده اولا سكر كلاصي اللي عندي هو السكر كلاصي كيكون سريع لان كيذوب بسرعه حسن من السيده فنضيفوا السكر كلاصي. السكر كلاصي غادي نضيفوا واش غنقول لك معدل 1-2 معالق حتى 4 المعالق كبار يعني على حسب كاينين الناس بحال دابا اللي كيتبعوا حميه ما كيبغوش كيتشوب ديك الحلاوه كثيره فجوج معالق وكنذوق بانت ليا حلوه هي هذيك صافي ما باقي بان ليا باقي شويه كندوب في ديك السكر وقبل كل شيء حبيباتي هذاك السكر الثقيل ولا السكر كلاصي كندوبوه في شويه ديال الماء ما نديروش مباشره عليها نذوبوه في شويه ديال الماء ونضيفوه نخليوها كتغلى واحد 5 دقائق حتى كتبان ديك الخطوريه ديالها وراه ملي كتبدا تزيد تخطر كثر فما نخليوش تخطر بزاف. بانت ليا اختارت ليا بزاف كنضيف كاس ديال الماء ديال العنبيه يكون مغلى نضيفو عليها ونبقى نحرك في القلبوطه حتى كتخفف يعني المقدار اللي هي عندي بغيتو انا ديال الخفاء ولا ديال الثقل ديالها وكنديروها في قراعي ولا نديروها في ديك القراعي دابا اللي ولاو متوفرين اللي عندهم فحال ديال لي صوص يعني عندهم حتى هما كيكونوا ديال بلاستيك عندهم غطايا كتبدا كدير لي دوك الخطوط اللي كتعجبنا ديال الكيتشوب وكنقدر حتى نضيفها في الثلاجه يعني ما عندناش مشكل حتى نضيفها في الثلاجه حتى 2 اسابيع كنخليوها كنقدموها بصحه بالراحه. نعم غادي ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. امينه كي دايره لاباس عليك؟ الحمد لله. شكون معايا؟ سميره من طنجه. سميره مرحبا بك تفضلي. بارك الله فيك. اش اخبار الشيف ودا لاباس عليها؟ الحمد لله حبيبتي الله يطول لي عمرك لاله سميره. الله يخليكم لينا الله يخطيكم علينا ربي يحفظك. بارك الله وفيك سميره ربي يخليك. الله يخليك امينه بغيت عافاك كيكه ديال التوابل والشكلاط والفواكه الجافه. شنو هي؟ داكو حبيبتي كيكه تكون بالتوابل كيكه تكون بسكينج بير وقرفه وكوزه وشويه ديال الشكلاط والفواكه الجافه. تكون فيها الشكلاط والفواكه الجافه. اييه معروفه واخا واخا كل فرح سميرة. بارك الله فيك اختي امينه شكرا لك مرحبا. لالا هدى هذه الكيك هذه الكيكه ديال البرد هذه هي اللي حنا كنستعملوها بزاف في البرد كنجبر القرفه كنجبر القرفه وراس الحانوت اوه ديال البرد نيت وكيكون فيها بحال دابا الكركاع كيكون فيها اضافه الشوكولا كنضيفوها لها لان الشوكولا كتعطيها واحد الليونه من الداخل وكتكون جديده راه الشوكولات كيمشي مع سكينجبير بطبيعه الحال كيعطي واحد اللذه خاصه عرفتي داك اللي كيكون فيك البرد. سمحوا لينا يلا نبداو خذوا ورقه وستيلو خذي امينه تاتي ورقه وستيلو قيدي هذه الناس غير بغيوها واخا كيكه بالتوابل غادي ناخذوها من بعد هذا الفاصل ونرجعوا. طبعا اتصالاتكم دائما على 0522-36-10-36 او 0522-36-05-36 عبر الاس ام اس 5566 تجد درهم تي تي سي. جيوات مجربه ولذيذه مع هدى اليداري. شيف هدى اليداري بيباتي مرحبا عطينا الكيك بالتوابل والشوكولات والفواكه الجافه اللي طلبت سميره مرحبا. اذا حبيباتي هنا غادي نستعملوا 5 البيضات كيكه ديال التوابل 5 ديال البيضات كنضيفوا عليهم 120 غرام ديال الزبده الزبده تكون مذابه 125 لا 120 غرام كنضيفوا عليهم 4 كأس ديال الزيت المائدة 4 كأس ولا 3 المعالق حتى 4 المعالق كبار ديال الزيت كافيين. كنضيفوا عليهم 120 غرام ديال السكر لأننا نستعملوا الشكلاط فغير 120 غرام ديال سيدة كافية. غادي نستعملوا 5 ديال الملحة غادي نستعملوا بطبيعة الحال أهم شيء هو 2 معالق كبار ديال الماء معلقة صغيرة ديال الخل. كنضربوا هادشي كله مزيان الترابية يدوي ولا بكهربائي. الزبدة تكون مرخوفة ماشي مذوبة غير تكون مرخوفة مزيان نوضعها ونبدا نطرب مزيان نطرب مزيان حتى كيندمج عندي الخليط كامل وكنضيف عليه 150 غرام ديال الشكلاط اللي كتكون مذابة في حمام مريم. كنبدا نضيف الشوكولا بشوية بشوية انا كنطرب كنضيف عليهم 220 غرام ديال الدقيق كنضيف هذاك الدقيق اللي انا غربلته
كنضيف معاه نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، يعني اللي كي نص معلقه كافيه حتى المعلقه لا ربع، ما نستعملش معلقه كامله لان غادي تجيني مجهده. يكون سكينجبير اللي هو زوين، يعني ماشي سكينجبير اللي مخلط، فمنين ناخذ سكينجبير نشمو بعدا واش مجهد النسمه ديالو باش كيعطي واحد النسمه رائعه بزاف في هاد الكيك. كنستعمل معلقه صغيره ديال القرفه. ما يجيش فيها الطري؟ لا لا ما يجيش فيها الطري، سكينجبير اليابس. كنضيف فيها معلقه كبيره ديال بودره الكاكاو، كنضيف عليهم سكينجبير قلنا القرفه معلقه صغيره وسكينجبير معلقه لا روب، ما نوصلش للمعلقه باش ما يجيش مره شويه. كنوضع واحد ربع معلقه حتى نص معلقه صغيره ديال راس الحانوت، اذا كانت راس الحانوت اللي مجهده ومزيانه وزوينه نستعمل غير نص معلقه، تكون من السمو مقاومه ديك راس الحانوت تكون مقاومه يعني زوينه. كنوضع معاها نص معلقه صغيره، هادشي كله بطبيعه الحال كنغربلوه، كنغربلوه مع ثلاثه الخمارات ديال الحلوه. وكنوضعوا اللوز منين بعد ما كنغربل هادشي كله عاد كنضيف عليهم، يعني في واحد البابي كنغربل هادشي كله عاد كنضيف عليهم قطع ديال اللوز اللي كيكون عندي مقطع هكا. غير اللوز الا بغينا نديرو يا اما نديرو هكا دوائر ما نهروشوه، ولكن اهم شيء قبل ما نديرو داك اللوز كنحمصوه شويه، يعني نحمروه شويه هكا في الفران، ماشي لدرجه بانه يتحماري ويولي قهوي بزاف، غير تهرسي اللوزه تبان لك ذهبيه شويه. كنضيفها منين نضيف الدقيق نخلط الطرب كهربائي ولا بيدي؟ لا قبل ما تضيف الدقيق هادشي كله المواد داك الاشياء اللي جافه كلها كنخلطوها هي الاولى، كنخلطوها بالدقيق وكل شيء كنخلطوه. لا بالطرب كهربائي ما عندكش مشكل، الدقيق سوا ولا الدقيق غير طربي في الاول قبل باش ما يطيرش لك الهواء. صافي انا طربت. ها شنو نضيف؟ غادي نضيفوا اللوز التمر. هي كتبغي كتجي بزاف 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 زوينه باللوز والتمر والكركاع، هادو هما الحاجات. يعني ديري 100 غرام 100 غرام من الحاجه، التمر كديري واحد 6 حتى 5 حتى 6 ديال التمرات، قطعيهم مربعات صغيره وضيفيهم فكتجي رائعه. حتى بالنسبه للناس اللي كيتبعوا الحميه فيه تفاداو السكر، انا شخصيا ما كنديرش فيها السكر، كندير غير الشكلاط 150 غرام ديال الشكلاط كافيه، يعني ديك الحلاوه الطبيعيه مع حلاوه ديال التمر مع اللوز مع فاللي كيبغي السكر راه كيضيف داك 120 غرام، اللي ما كيبغيها ياكل داك الشيء بالمذاق ديالو ما كيضيفش السكر. داكوغ. فكنضيفوا التمر قلنا اللوز القرقاع حتى هو كنقص نهرسو هكا بشويه بالموس ولا غير باليد، وكنضيفوا هادشي كله وكنخلطوا كنبداو نطربوا بالطراب الكهربائي ولا اليدوي، لك حريه الاختيار. فما تخافوش من طرب كهربائي، يعني ما تخافوش منه غتقول لا غتهبط لي الكيكه ولا لا غادي 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 تحل لينا اللوز والقرقاع. أمينة طرب كهربائي. أمينة كتهضري على اليد ديال اليد طرب كهربائي اليد تيدير الروبو. صافي فهمتك. ولا باس عليك اسحبي خلاط خلاط كهربائي. لا لا حبيبتي طراب كهربائي هذاك الطراب ديال الضو هذاك ماشي مشكل هذاك هذاك. غادي ندمجوا كل شيء غير قبل ما تستعملوا الخلاط الكهربائي في هذاك الخلاط الكهربائي، يعني تشدي قبل ما تخدميه خلطي هذاك الدقيق باش ما يطيرلكش، حيت غتخدمي غيطير داك الهواء داك الدقيق والخميره وداك الشيء فغتجيك ثقيله ما تخافيش منها. واخا تجيك ثقيله راه كل ما يعني واخا تكون ثقيله راه غادي تنفخ. غادي ناخذوا اهم شيء في هاد الكيكه واللي مهم بزاف، ما نشعلوش الفران قبل، ما نسخنوش الفران، لان الا سخنا الفران ديك الحراره ديال الفران غادي تحبس ديك، يعني شتي المشكله ديال الكيك شنو كيوقع لها ملي كنشعلوا الفران كيطيب لها الوجه، لان كتكون سخون كتسخني الفران مزيان كتدخلي ديك الوجه ديالها كيدير واحد القشره فما كيعطيش فرصه في ان فين تطلع الكيكه، كتبقى عندي يلاه قد هكا غير صغيره. حنا الكيك عموما ما تنسخنوش عليه الفران. لا حنا الشهيرين مشهورين بزاف حنا بانه سخني الفران وخليه واحد 10 دقائق وعاد دخلي الكيكه. خطا كبير كنوقعوا فيه، كيكون خطا كبير بزاف. فنشعل الفران ونحط الكيك ديال المول ديالي بطبيعه الحال كندهنوا بالدقيق وبالزبده هي الاولى والدقيق، واهم شيء باش دائما الكيك ينجح لنا وما نخرجوا انه يديمولا انه نحيدوا، ملي كندهن بالزبده كندخلوا المجمد. كندخلوا المجمد واحد القسم بما انا طربت الكيكه، علاش ديك الزبده كتلصق فيه فبسرعه كيديمولا، يعني بسرعه كنحيدوا له كنحيدوا نقلبوا الكيكه ديالنا ما كنخافوش منها. ندهنوا ورشوا شويه ديال الدقيق، ملي نخرج المجمد رش شويه ديال الدقيق حتى من ديك الدائره الوسطانيه ديالها رشها بالدقيق وندير الكيك ديالي وندخلها الفران. ومني كتخرج هنا لك حريه الاختيار حبيباتي، شخصيا معروف عليها ملي كتخرج كنديروا الشوكولا، كنجيب الشكلاط كنجيب واحد شويه واحد 100 غرام ديال الشكلاط كندوبها في حمام مريم، ياك ملي كتذوب عندي في حمام مريم كنضيف ليها جوج معالق كبار ديال الحليب السائل
زوج ثلاثه المعالق كبار ديال الحليب السائل وكنطربوا فيها. علاش؟ وانا كنضيف داك الحليب كنطربوا مزيان غير باش الحليب ما يجيني باش ما يجينيش داكشي كتقاصح، يعني ما يجينيش جامد فوق الكيك. كنطربوا مزيان وكنخويه فوق من داك الكيك، كنخويه على الوجه ديالها وكنستف يا يعني اما كنلوح عليها شويه ديال قطع ديال القرقاع ولا نص ديال القرقاع هكا كنحطو عليها، ولا شويه ديال اللوز مهروش ولا شويه ديال اللوز فيلي، يعني 5 درهم ديال اللوز فيلي كنغطي بها الوجه ديالها. ملي كنغطيها بداك الشوكولا يعني نحطها فوق واحد الشبكه ونخوي عليها داك الشوكولا كامله تهبط عليها تتغطى عليها كامله، ونرش شويه ديال اللوز ولا شويه ديال الفرمسل ودخل الثلاجه واحد شويه كنقدمها بالصحه والراحه. شربوا مع كيسان ديال اتاي تبارك الله عليك وانا باكوس العصير بالصحه والراحه. طيب غادي ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. مرحبا. الو نعم شكون معنا؟ معك نزهه من سلا. نزهه مرحبا بك تفضلي. اختي امينه بخير لاباس الله يبارك فيك. اختي عافاك بغيت شي غراتان بالسيكلوب. يلا درنا نزهه درنا جوج كاع. كتدخلي للفيسبوك للصفحه ديالنا؟ لا واخا انا غادي نجبدو نقرا عليك واخا نزهه. هو عافاك شي طريقه ديال ترقد الحمض ويجيني بحال مصير. مصير واخا ان شاء الله. شكرا لك نزهه، شكرا على اتصالك. طيب نقراو شويه ديال الرسائل اللي توصلنا بها على 5566. كيقول لك لاله بغاو التوابل ديال الشاورما الشيف هدى وطريقه ديال الكاشير، مي كتقول السيده ما عنديش ديك القرعه ديالو فاش كيطيب. دونك عندنا هنا توابل الشاورما والكاشير بدون قرعه كيفاش غادي دير ليه. عندنا كذلك عافاك حتى امينه بغي طريقه ديال الدنجال مرقد. طيب نعطيو بعد هذا الشيء وغنشوفوا حوايج اخرين واخا. يلا اذا حبيباتي بدينا نبداو باتصال ديال السيده ديال الحمض المصير. انا عطينا بزاف ديال الانواع ديال الحمض المصير وفرحني بانه نهار الخميس جات عندي واحد السيده وجابت لي قرعه ديال الحامض، يعني قالت لي بالطريقه اللي عطيتيني، يعني الطريقه اللي عطيتيها قالت لي واحد المره في الفيديو جابت لي، يعني شفت الشكل ديالو كيفاش ولا. فكنقول لها تبارك الله عليها، تحيه لكل ليها ولكل المستمعين اللي شدها فاهم. نعطيوها بدا بنزهه ما عندهاش الفيس، فنعطيوها الطريقه ديال التحضير ديال الحامض ويجيها في حل المصير بطبيعه الحال بحال اللي كنشريوه من الزنقه. كنتي عطيتي انا غنعاود نعطيها. كنا عطينا بطبيعه الحال ما عطيناش الكاشير، كنا عطينا حتى هو. فإلا ما عندكش حبيباتي هنا الكاشير عندنا في الفيس وبزاف الناس جربوه ونجح ليهم الحمد لله. إلا ما عندكش هذاك الكاس اللي خاص بهذا كناخذوا ديك البلاستيك بحال اللي كنشريو شي اسهل شيء ديال سباكيتي. كتاخذيها كتاخذي لاستيك داك الصفر، لاستيك ديال الصفر اللي كيكون صغير، كتلوي داك القنص ديال الميكا ديال سباكيتي. غير ملي تجيبي سباكيتي حليها من الراس ديالها الفوقاني، ياك حليها من داك قطعها بالمقص، خوي سباكيتي واحتفظي ديك البلاستيكه ديالها. هذيك البلاستيكه في الجنب ديالها كنحزموها بلاستيك باش كتعطيني داك الشكل بحال ديال الكاشير اللي كيكون محزوم من هاد الجهه ومن هاد الجهه. فواحد الجهه كدوري لها لاستيك، لاستيك ولا شي خويط، خويطين عندك شي خيط هكا قاصح ديال الكوردون، كيكون الخيط ديال الكوردون كتحزميها به من طبيعة الحال كيكون ابيض، كتلوي لديك الجهة وعاد كتخوي داك الخليط ديال الكاشير فيها. غير دائما مراعاة منين نديرو هاد البلاستيك او لا هادي ما ننفخوهاش، ما نخليوش، لان الكاشير كنعرفو كيتنفخ، كنعرفو الكاشير حنا كنا عطينا الكاشير التحضير ديالو كيتنفخ، يعني بدون اضافة لا ملونات ولا هادي كيميائية، يعني قلنا حنا كنا التحميرة الملون الطبيعي ديالها. وكتسدي من هنا وكديري المقدار داك الخليط ديال الكاشير كتخلي واحد جوج أصابع، يعني مقدار واحد جوج أصابع ما كتعمريهمش باش كيلقى هو فين يتنفخ، وكتحزمي كتحزمي الجهة الأخرى حتى هي بواحد الخيط وكتحطيه كتبخريه. كديري في الكسكاس كتغطي داك الكسكاس ديالك بميكا، علاش ديك البخار كله خصو يرجع لذاك الكاشير باش بسرعه. كتغطي بواحد الميكا بيضاء، ماشي تغطي الكاشير، لا غطي الكسكاس ديالك بواحد الميكا وحطي فوق منه غطايه ولا طبيصل الا ما عندكش كسكاس عنده غطايه، كاين واحد الطبصيل فوق منها وخليه واحد نصف ساعه حتى ساعه الا ربع. ساعه الا ربع كتلقيه واجد، كتقيسيه كتلقيه قاصح، كتكي كاع بالكيردون بواحد عود السنان ولا براس الموس اللي يكون رقيق، وكتشوفي بان كيخرج لك ناشف، عارفين الكاشير ديالك راه طاب صافي وجد. طبعا الحال ما كتجبديه كتحطي تيبرد وعاد يا اما كتفضي به في ديك البلاستيكه اولا كديريه هكاك في الثلاجه كدير تقطعيه دي ترونش بحالو بحال الكاشير العادي. طيب عندنا توابل الشاورما.
التوابل ديال الشاورما. اول حاجه كناخذوا باش نحضروا التوابل ديال الشاورما، كناخذوا معلقه كبيره ديال القرفه، هي كنقولوا لها التوابل ديال الشاورما، كتشبه شويه التوابل ديال التوابل الاربعه، لان كنعرفوا كاين بزاف ديال الماكولات الاطباق اللي كتحضر التوابل الاربعه. اذا الشاورما كناخذوا معلقه كبيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال سكينجبير، نصف ملعقه صغيره ديال الابزار، كنوضعوا فيها، انا شخصيا انا باش كنسم الشاورما ديالي ما كنوضعهاش غير هكا، فكنضيف ليها واحد خمسه ديال الحباس ديال القرنفل اللي كندقهم في هكا في المهراز قبل، لان ما كيطحنوش ضروري ما يدقوا، ضروري ما نسخنوهم شويه هكا ويدقوا في المهراز ديال اليد، كندقوهم. كنديروا الهيل، الهيل كينسم بزاف بزاف بزاف. الهيل كنطحنوه، بحال دابا كناخذ واحد 10 حتى 15 حبه ديال الهيل، هذه هما مع المقدار، بحال دابا معلقه كبيره ديال السكينجبير ومعلقه كبيره ديال القرفه ونص معلقه صغيره ديال الابزار، ولكن حبذا لو لقاو الابزار الابيض لان كيكون الد واحسن، ما كيكونش حتى حار بزاف ديال الحراره بحال اللي كنعرفوا. وكنوضعوا معاهم القرنفل، كنوضعوا معاهم الهيل، انا الهيل كنجيبو كنطحنو وكنحيد كنسخنو من طبيعه الحال وكنغربلو، يعني واحد 15 حبه كنجيبوها اول حاجه، كل ما تسخنت ودقات هرسناها، غير هرسيها شويه باليد المارز وعاد وضعيها في الماكينه باش كطحن وغربليها باش كتاخذي، لان كيبقى فيها واحد الشعيرات رقاق هكا، حتى كنغربلوها مزيان وكنضيفوهم ليها، كنخلطوهم مزيان. انا شخصيا كنضيف معاهم معلقه كبيره، انا شخصيا ملي كنديرهم كنضيف معاهم معلقه كبيره ما عامراش ديال العطريه ديال اللحم، كنا عطرنا عطريه اللحم هكذا كتجيني واحد الشاورما من السماء بزاف ورائعه، يعني مستحيل بانك تلقاها كتباع، حتى ملي كناكلوها كناكلو الشاورما اللي حضرناها بهاد التوابل كتلقى واحد الفرق كبير، حتى واحد النسمه اللي كتعطيها واحد النسمه رائعه بزاف وكتجي زوينه. كنخلطوا هادشي كله بطبيعه الحال وكنغربلوه في الغربال الرقيق، عاد كنبداو نستعملوا الشاورما بطبيعه الحال في قريعه، وكنديروا داك التيكي، هادوك التيكي اللي بيضين اللي كيتباعوا اللي كنديروا لوليداتنا في الصغار ملي كنبداو في الدخول المدرسي، خذي داك التيكي وبداي تكتبي فيه، كتبي حتى التاريخ ديال ديك النهار اللي صوبتيها، لان التوابل ما خصهاش تعدى واحد شهرين ثلاث شهور على الاكثر في ديك القنينات لان كتموت المذاق ديالها، فعلى الاكثر على الاكثر واحد شهرين نبدلوا العطريه ديالنا، نديروا حنا نحضروا قريعات صغار غير على القياس ديال شهرين. كثر لا كتموت، يعني نسى النكهه كتبداي تستعملي غير بودره وصافي غير غبره، او الا بغينا نحتفظوا بها مده طويله في المجمد فممكن ست شهور ديال العطريه ما كيوقع لها حتى شي حاجه، كتبقى هي هي كتبقى النكهه ديالها اللي كتبغي، يعني في المذاق ماشي غير كطيبي وصافي بالعطريه، لا كتعطي واحد النكهه ديالها خاصه. طبيعه الحال حتى في المجمد في قراعي ولا في علب ولا فاش ما درتيها بلاستيكات ديما تيكي، ديك التيكي اللي كنقولوا لهم ديال الدفاتير ديال الاطفال، هادوك كتب بهم بفلتر ولا بستيلو غليظ باش كتبقى عندي، هادي كنعرف امتى صوب ديك العطريه واش من العطريه، حيت اختلاف ملي كيكون عندنا قراعي بزاف في بلاكار كنوليو نتلفوا اش من اشنو هادي فيها وشنو هادي فيها. كنقدموا الشاورما ديالنا كنا عطيناها وكنتمنوا بانكم تحضروا الشاورما في البيت ونستغناو على اللي كنشريو من الزنقه بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. طيب ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. مرحبا. الو. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كي دايرين لاباس بخير؟ الله يبارك فيك شكرا لك. هدى. الحمد لله حبيبتي الله يطول لي عمرك. تبارك الله عليكم انت والاخت امينه. مرحبا مرحبا شكون معنا بعدا؟ اختي جميله من الرباط. جميله مرحبا بك. اختي ما نكرهوش تبقى تديوزوا لنا هدى يوميا. مرحبا بها هدى مرحبا بك. مرحبا حبيبتي الله يطول لي عمرك. شكون اللي يقري الطلبه؟ نعم. العيالات شكون اللي يقريهم؟ هكاك الله يعاونها زعما تبارك الله عليها. الله يبارك. انا عيطت دابا غير باش نشكركم. مرحبا مرحبا جميله. زعما تبارك الله عليكم. الله يبارك. تبارك الله عليك الاخت هدى الوصفات ديالك زعما جد مميزه. الحمد لله. ومشاهدات الجميع. الحمد لله. وجربت الوصفات ديالك. وليت دابا غير تنحير ترجع الفيسبوك تنجبد غير نحير الاكثر ديال العشاء نحير فين نمشي نقلب على شي حاجه ديال هدى. طول لي عمرك لاله جميله. وباش هذا يعني الوصفات ديالك باش جبتنا بزاف. حبيبه. تتركزي على المواد الطبيعيه. اه ضروري حبيبتي. زعما تتركزي على المواد الطبيعيه والبنه. اه ضروري البنه ضروري يا حبيبتي جميله. ما تدخليناش لي كونسيرف.
وانا بدي كونسير. برافو عليك والله، الا برافو تزيد امينه هي. الله يكثر من تالك ضروري والله. وتبارك الله عليكم. الله يبارك فيك جميله. انا عيطت باش ما نقول، ما نقول لكش انا جربت هذه وهذه وهذه. انا الوصفات ديالك تقريبا النص كبير مجرباه. تبارك الله عليك. عرفتي الشكل ديالك ما شاء الله. صلى على عليك، صلى على النبي ما شاء الله. جربت الصفوف ديالك ديال رمضان ما شاء الله. الصف الصحي انا الاخر كان تيضرني مني جربت هذا ديالك زعما ما شاء الله عليك. صحتك حبيبتي تبارك الله. الصراحه وبزاف وزيد وزيد بزاف الا جيت نعديك بزاف كثير داك الشيء. وشكرا تبارك الله عليكم والله يخليك صحتك. شكرا لك. شكرا جميله تبارك الله. شكرا جميله. شكرا على تواصلك معنا جميله تبارك الله عليك. تحيه ليك وتحيه لكاع الناس طبعا اللي كيتابعونا سواء اللي كيوصلوا صوتهم كيتصلوا بينا ويستافهم الحظ انهم يجلوا من الخط او اللي ما كيتصلوش بينا حب يعني متبادل والهلي حشمنا. امين والله يخلينا هدى شوف هدى جيبنا دائما الجديد خاصه الامور اللي هي صحيه. طيب شنو تعطينا دابا شاف هدى حبيبتي؟ كانت البط الحامض ما قريتش لها. هادو غادي نعطيوهم غدا ان شاء الله بما ما تكونيش نستغلوا الفرصه. غادي نعطيو الكراتنا بالشيف لور بجوج طرق اللي كتعطيتيهم. نعطيو الحامض المصير وبنجال مرقد كذلك نعطينا وعطيناه مرقد بالمنسمات يعني الاعشاب. غادي نعطيوه ان شاء الله غدا. كنتمنى انكم تكونوا في الاستماع. اليوم بغيت نشارك معاهم واحد الحاجه اللي ولات مهمه و يعني في حال انا كان انا صراحه انا معكم صريحه دائما حبيباتي. فكان جاني اتصال كثير على واحد الحرشه اللي هي بريستيج اللي هي متداوله ولينا كنعرفوا الحلويات دابا اللي في البيوز ديالهم الله يكمل على كل واحد في خدمته. فولات مشنعه بزاف الحرشه اللي هي بريستيج وبزاف ديال المستمعات. فانا جاني كان واحد اتصال وبزاف ديال الميساج بزاف 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 ديال الميساج على الحرشه اللي بريستيج اللي الناس قالت لك انا فقط مستمعه قالت لي انا كنسمع من عند ناس كثار الحرشه ولكن تحت ما عطانيش في لاكوسيت فتمنيت نعطوها ليها. غادي نشاركوا مع بعضياتنا الحرشه بريستيج كنا في بيوتنا نكونوا تحنا المائده ديالنا بريستيج. نعم. يلا نبداو على بركه الله. اذا عندنا باش نحضروا الحرشه اللي هي بريستيج باش التعريف ديال الحرشه اللي هي بريستيج كتكون مالحه وكتكون حتى حلوه. كنا كنعرفوا واحد ليمول اللي كنطبعوا بهم المعمول المعمول هي ديك الحلوه واحد المغرفه كتكون كانت ديال العدب ولات ديال البلاستيك على ما اظن المستمعات كنعرفوها امينه. واحد المغرفه اللي كنديروا فيها المعمول وكنقلبوها كيخرج لنا عندنا مزوق هذيك هي الشكل ديال الحرشه بريستيج. كاينه حرشه عندها واحد المول ديالها ولكن ماشي كلنا متوفرين عليه يعني ماشي كلشي الناس من بيوت ديالهم غتكون عندهم هذيك المغرفه. راه حتى اللي ما عندوش راه 260 ريال كدير 13 درهم كتباع في الباكيات فيها واقيلا جوج المغرفات ولا ثلاثه. مهم هي متوفره موجوده هذيك المغرفه يا اما البلاستيك ولا ديال العود. ملي كنقول لها كنقول لها الحلوه ديال السميده ولا المعمول هي اللي كتكون معروفه بها. فغادي ناخذوا اول شيء هذه فقط غير باش نحضروا ذاك الديكور ولا ديك الزواقه اللي كتكون في المعمول يعني كتكون واحد الزواقه في هذيك الحرشه بريستيج. اول حاجه كناخذوا دابا حنا غادي ناخذوها حلوه وناخذوها حتى مالحه ان شاء الله. اذا غادي ناخذوا رابعه ديال السميده رقيقه غير تبعوا معايا المقادير بالضبط غتنجح لكم ان شاء الله. غادي ناخذوا رابعه ديال السميده رقيقه غادي نديروها في واحد زلافه كبيره ولا واحد البانيو صغير بطبيعه الحال يكون مغسول ومنشف من الماء. كنضيف له ربع كاس ديال الزيت ما نفوتش ربع كاس ديال الزيت كاس العنبه. كنضيف قبصه ديال الملحه هذه دابا حلوه غنديرها. غادي نضيف عليها الزبيب قطع ديال الزبيب اللي كنقطعوا صغير قطع صغيره وكنضيفوا يا اما الزبيب ابيض كيكون احسن. كنستعمل معلقه صغيره ديال روح النوكا الا ما عنديش روح النوكا ممكن نستعمل فاني اللي كيكون بالزهر فاني بالزهر. كنوضعوا كنضيف خماره ديال الحلوه وكنضيف صفر بيضه وكنضيف معلقه صغيره ديال الزبده. هادشي كله كنضيفوه هو الاول كندمج به السميده هكا هاد المواد اللي درنا في الاول اللي هي ربع كاس ديال الزيت اللي هي قبصه ديال الملحه اللي هي خماره ديال الحلوه الزبيب اللي كنقطعوه قطع صغيره الفاني ولا روح النوكا معلقه صغيره ديال الزبده. هادشي كله كنضيفوه في اليد واصفر بيضه بطبيعه الحال. هنا غتلاحظوا بانني ما كنستعمل السكر هو الاخر حتى كندمج هادشي كله بيديا عاد كنضيف واحد معلقه كبيره تجوج معالق كبار ديال السكر يعني على حسب الحلاوه. هي الحلاوه الطبيعيه ديالها معلقه ونص كاع على الاكثر كتجي هي هذيك يا سيدة تكون رقيقه. كندمج هادشي كله بيديا وكنغطيها وكنخليها مده ديال واحد 15 دقيقه يعني ربع ساعه
بيد من فزقات ليا مزيان ديك السميده بالزيت حتى كتندمج ليا مزيان وكتفزق وكترجع رطبه، يعني بداوها من 15 دقيقه حتى 30 دقيقه، من ربع ساعه حتى لنصف ساعه. من بعد كناخذ كاس ديال العنبه، كاس ديال العنبه بالضبط كنوضعو، ما كنكملش لي حتى يعني بحال مقدار كاس لاروب، يعني كنقولو بحال دابا مقدار كاس لاروب ديال الماء ولا ديال الحليب. انا شخصيا كنستعمل الماء، علاش؟ لان الماء كيجيبها اكثر خفه، ومنين بغيو نستعملوها اكثر خفه، فإذا ما غنستعملش الحليب كنستعملو معلقه كبيره حتى المعلقه ونص، ديرو معلقه ونص ديال الحليب بودره، كيعطي واحد النسمه رائعه ولذيذه بزاف. ياك كنضيفو داك كاس لاروب ديال الماء وكنغطيها، كنخليها كترتاح طبيعة الحال واحد 5 دقائق. هنا كان عندنا جوج طرق باش تخرج عندي هذه بريستيج، يعني الحرشه بريستيج. كتكون عندي فاخسي معمره، كنعمرها باللوز، كنجيب اللوز واحد نص ربع ديال اللوز، يعني 125 غرام ديال اللوز كنجيبو كنقيه كنسلقو كنقيه وكنقليه ولا كنحمرو في الزيت في الفران، سمحوا لي معذره، وكنهروشو رقيق، كنضيف عليه واحد جوج معالق كبار ديال الحليب المركز المحلى اللي كيكون عندي كراميل، كنضيفو له وكنخلطو حتى كيولي عندي على شكل عجينه. كنبدا نصنع منه كويرات، هذوك الكويرات كناخذ شويه من ديك الخليط ديال الحرشه اللي انا عندي مصاوب، طبيعي الحال كيكون نشف، راه هنا غترجعوا بان هاد القهوه نشفات، ما غتبقاش هكاك خفيفه، حيت ملي تغطيها غتلقايها نشفات. ناخذ شويه من طبيعه الحال، ملي ناخذ واحد شويه كنديروا يديه كيكون فيها السميده رقيقه، كيكون عندي واحد التزليفه فيها السميده رقيقه، دائما واحد ربعه زايده ديال السميده رقيقه. كنبدا نديرها في يديا، عاد كندير ديك الكويره وكنبسطها بيديا، نبسطها هكا بيديا، وناخذ كويره من داك اللوز والحليب المركز الخليط اللي عندي صوبته كنديرها الوسط وكنرجع نسدها، كنرجع بحال الكويره، كنرجع تاني دائما ضروري بطبيعه الحال باش نسدها مزيان، ضروري السميده رقيقه حدايا باش كنفندو، كترجع عندي كويره بحال غريبه، غير ما تكونش كبيره. كناخذ ديك الكويره ما تكونش كبيره على حق ديك القياس ديال الفم ديال المغرفه اللي حنا غنستعملو. بطبيعه الحال هذيك المغرفه كنرش فيها شويه ديال السميده الرقيقه وكنحط فيها ديك الكره وكنبسطها بيديا، كنبسطها هكا على القد ديال ديك المغرفه، بطبيعه الحال كنرش فيها شويه ديال السميده وكنقاد بحال اللي غادي يعني غير باش تشد لي لا تخاص وتشد لي الشكل ديال ديك المغرفه، كنتكيها باليد وكنرجع. معروفه هاد الحلوه ديالنا كنضربوا المغرفه هكا في اللاطه ولا في يديا، كنضربها هكا في يديا كتهبط ليا ديك الحرشه اللي هي عندي بالزويوقات، كتكون مزوقه ديك الزويوقات هكا فيها، وكنحطها من طبيعه الحال في الصينيه لاطه ديال الفران ديالي، يا اما مدهونه بشويه ديال الزيت، اولا احسن حاجه هي تكون بابي كويسون فوق منها، نستفهم كاملين. هنا الحشوه نتوما لكم حريه الاختيار في الحشوه، يعني بغينا نديروا اللوز، بغينا نستعملوا العقده ديال اللوز حتى هي ممكن نستعملها، حتى هي كتجي رائعه فيها، يعني تكون عندي العقده ديال اللوز مصوبه من السماء بالزهر وهذه ونديرها، اولا بحال اللي قلنا اولا بالحشوه ديال التمر، التمر اللي كيكون عندي مخلط مع شويه ديال اللوز كنضيف. ومنين بغينا نديروا الحشوه ديال التمر، اي حلوه فيها حشوه ديال التمر ضروري من شويه ديال الزبده، شويه ديال روح الزهر، واضافه ديال معلقه كبيره ديال الحليب بودره، الكل رابعه ديال التمر، عقده ديال التمر رابعه، معلقه كبيره ديال بودره ديال الحليب كنضيفها، وكنضيف شويه ديال الزبده ونضيف شويه اللوز ونمعس، هذا الشيء كله نخلطه بيديا مزيان حتى كتولي عندي واحد العجينه ديال التمر اللي منسمه وزوينه. كناخذ كويره منها حتى هي كنوضعها وسط منها، فهنا لكن هي حريه الاختيار يعني في الحشوات اللي هي هذه هي الحرشه اسمحوا لي اللي هي بريستيج، وان شاء الله يا ربي الا بقى لنا الوقت نعطيوها مالحه ان شاء الله. وغادي نرجع لكم بعد فاصل دائما مع شيف هدى اليداري الخبيره في الطبخ شيوات مجربه ولذيذه في شذا الاسره على الشتاف. 10 و3 ديال الدقائق نواصلوا معكم مع شيوات مجربه ولذيذه ومع الشيف هدى اليداري الخبيره في الطبخ. اكيد اتصالاتكم على 05 22 36 10 36 او 05 22 36 05 36 عبر الاس ام اس، كذلك على 5566. نزها من صوره كتقول عبر الاس ام اس 5566 بغيت شي تورطه سهله، وراني تنبغيكم بزاف حتى حنا تنبغيوك نزها. شكرا لك. تورطه سهله اسهل ما يكون شيف هدى. تورطه حبيبتي واش حلوه كلاصي ولا تورطه ان تارت ولا حلوه ولا ابسط ما يجي على بالك؟ لا ابسط ما يجي على بالي نفهم تورطه ديال التفاح سهله، تورطه ان تارت ولا كيك بالتفاح. واختي قالت هي كي كنسميوها تارت حتى هي ديال التفاح اللي كتكون من فوقها كيكو فيها ديك التفاح. اها
وفعلا ده سؤال واجب، ما عرفنا واش بغات ديك لاطاخت الاخرى اللي قاصحه ولا ايوا نزها صيفطي لينا اختي. بعدا حبيباتي باش نقول لهم على الحرشه اللي عطينا دابا، راه كان ملي كنقدوا كندخلوها الفران ما كطيبوش في البوطه. كتدخل الفران كطيب. شنو هي الحرشه؟ بيان سور كتبتها اليوم انايا انها تدخل في الفران. واخا كان اس ام اس تقول لك بغيت كسكس شمال، هي كتبان لي روسكوس، ما كاينش حاجه سميتها روسكوس ياك. اذا بغات تقصد كسكس كتبان لي روسكوس شمال، اذا واقيلا غلطات هي كسكس، حيت نتوما الشماليين اختي عندكم شي طبق روسكوس. روسكوس ما نعرفهاش، ربما ما تكونش هي روسكوس. هي روسكوس سي فغي كاينه كاين شتي. قول انا اللي كاينه شي ماكله سميتها الروسكوس؟ ماشي ماكله، هي واحد البيسكوي اللي كيتسمى روسكوس، اللي كيتحضر بيض البيض بالمورانغ. قلت لك راه قلت لك نتوما الشمالي عندكم شي كلام غريب. انت بطبيعه الحال يا روسكوس كاين واحد بحال المورانغ كتكون، وكتكون حنا كنحضروها بزاف 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 في المناسبات، معروفه بحالها بحال الفقوصه الشماليه اللي كتكون كتحضر عندنا. ايوا عندك مقادير ولا السيمانه الجايه ولا شنو بالك؟ روسكوس الروسكوس اسبوع قادم لا حبيبتي غنجيبها لك ان شاء الله. نجيب لك البيسكوي لانه هو دقيق بزاف في المقادير وفي الطياب ديالو. واخا ناخذ اتصال، ناخذ اتصال ديال ياسمين من مراكش. ياسمين السلام عليكم. اهلا السلام عليكم امينه. ياسمين لاباس عليك؟ اهلا اخيرا تبيتكم اخيرا. كلشي بخير مرحبا. كديرة كديرة لاله هدى لاباس عليها؟ الحمد لله حبيبتي. اخت عزيزه عزيزه بزاف والله ولا غيجازيها، راه كتعرفني انا ياسمين من مراكش. بطبيعه الحال غنيه عن التعريف حبيبتي. ربي يخليك وشكرا على المستقبل والكلمات. مرحبا تحيه الكامل. انا بغيت نشكركم بزاف 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 وخاصه هدى، عرفتي درت دوك الكريسات الكومبلي البارح. ما نقول لك ما شاء الله عليك، ما نقول لك عرفتي واحد الرطوبه واحد الهشه واحد البنه تبارك الله عليها. انا راه كنتبعكم من ايام عصير زعزاع عصير فلوريدا. ما شاء الله اختي كنتي من البدايات. ياسمين برافو عليك والله العظيم، دايره كتاب وكاتبه فيه وصفات هدى الغاليه الغاليه بزاف. خليك لي ياسمين. شنو هي ياسمين هاد الحرشه اللي درتي؟ كريسات اللي درتي؟ كريسات تاع الكومبلي اللي فيهم كيلو ديال الكومبلي فيهم ثقيل كامل. اييه وشفتي اختي هاد الجيوات كي كيجيو ب يلا يلا قلت لها في الفاصل قلت لها عرفتي ديري ديري واحد الخيصه وواحد الكيكه ديال الخاله ديال الزرع، عرفتي كيجيو بنين هاد الشيء هذا الكريسات والكيك وداك الشيء بالنخاله ورائع سبحان الله. بصح انا عمرني ما درت الكريسات بالكومبلي ولكن تبارك الله ما شاء الله عليها. الله يحفظك والله العظيم الله يحفظها الله يحفظها لينا. يطول لي عمرك حبيبتي. وقلت انا يا قلت لك من ايام الاولى كاع يعني الونيس ديالي هو شدا اف ام وهدى وامينه وكل مرحبا مرحبا ياسمين كبيري حبيبتي. والله طول لي عمركم وما تكثرش علينا هاد العاده. مرحبا الله ودي بكل فرح. شكرا لك. شكرا ياسمين. ياسمين تحيه لك. اخر كلمه في حقيقة اللي قالت ياسمين ولا اللي قالت جميلة هو قليل في حقكم صراحة. حنا هنا على قبلكم ويا ريت يا ريت يا ريت زعما بحال اللي قالت أمينة كنا كنهضروا دابا في واحد النقاش أنا وأمينة قبل كنا في الفاصل، فيا ريت نرجعوا للعدد ديالنا، راه صحتنا من تغذيتنا، راه اليوم كذا الشيء اللي كنعطيو لولادنا راه حنا مسؤولين على ولادنا. أنا الصباح كنفكر في هذه القضية بأننا حنا مسؤولين على ولادنا، لأن ما كتخرجي تشري ليه بيسكي وتخرجي تشري ليه كيك وتخرجي تشري ليه كونسير، راه كتضري ولدك راه محبة اللي خدمت عليه شويه الحال. ولو اللي ساكن في حي حسن راه قريبه ليه هدى غتجي لاكوموند سهله. واللي ما خدامش شوف اللي خدام يدير 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 كوموند. فوالا شي اللي ما خداماش بالقدر ديال الفلوس يديري شي كوموند كالسي في الدار صوبي يحسن لك. مالك ما كتدخليش هذا القدر ديال الفلوس. من الاحسن انسان يجلس في الدار ويصوب لك شي واد رخيصه ولا تقدر بثمن. والله بنينه بنينه هذا هو الاهم. ونرجعوا بحال اللي قلنا النخاله الزرع شنو غنخسروا. ودابا كنمشيو تمشي لي كرون باتيسخي ولكن تاع القيمه واش ولاو تيديروا دابا تيديك مثل لي بتيبان. ولكن يلا جبت لك البتيبان دابا شويه ما شاء الله واحد البتيبان جبتو لينا الشاف هدى عرفتي باغ كنتفكرك عليه عرفتي. ولكن دابا اش كيديروا؟ كيديروا يحطوا لك لي بتيبان ولكن غير فوق النخاله غير الداخل تلقيه بيض داخل بيض ما كاينش زرع انا فرحت عرفتي فرحت ملي شفت داك البتيبان بحال قلتي غادي يكون ولكن لا داخل غير الفوق ديري النخاله ولكن من الداخل مع الاسف مع الاسف والله جبتي لينا كان كله نخاله كان من الداخل بزرع كنصنع جنوب بحين كومبلي وبالنخاله ديالو
نرجعوا شويه لهذا خفاد ليتيما جيبيه المره الجايه مرحبا على الراس وبتي بانتين خال على الراس والعين حبيباتي الاربعه ان شاء الله يكونوا عندك حقيقه اي شيء واعطينا خصك تجيبها باش المصداقيه نقول الناس واش كاينه هذه الحاجه واش صادقه ولا لا حبيباتي سي رجعوا شويه رجعوا سيني حنا العشاء ديالنا ما يبقاش العشاء غير لي بات واللحم والدجاج نرجعوا شويه لذاك الزرع مقصوم رجعوا للدجاجه ديال الشعير رجعوا شي حوايج بحال اللي قلنا والله زعما الصباح حسيت بها مع ولادي قلت ولادنا مسؤوليتنا حنا راه حنا علاش ربيناهم راه ملي كربيهم على البيسكوي ما رجعوش ربيهم ونقولوا حق علاش ولادي ما شتي امانه في هذا كنحافظوا عليها الله يحفظ كل وليدات المسلمين شكرا لك شفوده صباحكم خير حبيباتي باش نسالوك بتي بان كيك ان شاء الله حبيباتي صافي ولا شي نهار دينا شي وليمه ونعرضوا على المستمعين وليمه فيها كلشي زرع مرحبا كلشي ديو شكرا لك شفوده اليداري كنتي معنا في شي واس مجربه ولتيده